بشارة الإنسان شهيد جمعية محاصرة ومن معيش طلعت البشارة الإنسان شهيد جمعية محاصرة جمعية المعتاد جمعية شعبية نبدي عن الشغل نبدي الشرعية جمعية المعتاد جمعية شعبية نبدي عن الشغل نبدي الشرعية ومن خفرة طلعت البشارة الإنسان شهيد جمعية محاصرة ومن راكش نعمل طحن راكش حقوق الإنسان كما يشوفوا مزيان 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 مانا إرهابي مانا فوضاوي أنا معطل جهة القامي صلت عليا مانا إرهابي مانا فوضاوي أنا معطل جهة القامي صلت عليا دائما في أشكالنا النضالية الواعية السلمية للقمع وللحظر وللحصار وللمنع من أجل ماذا؟ لأننا نطالب بحقنا العادل في الشغل والكرامة والعيش الكريم. ما نراه أيها الجماهير الشعبية أن هذا هو خرق سافر للمواثيق الدولية وللدستور وللظاهر 58 اللي تعطي الحق أي مواطنين تجمع والوقفة الاحتجاجية لا تحتاج لا لإشعار ولا للمنع لأننا نعبر عن المعاناة ديال هاد المعطلين وديال هاد المعطلات لأن من حقهم حتى هما يخدموا ومن حقهم حتى هما يعيشوا بكرامة وهاد الأسلوب هذا لن يثنينا على مواصلة هاد الدرب درب الشهداء والدرب المعتقلين دائما نحن الصامدون ومعركتنا المحلية ستستمر وستستمر إلى أن نحقق كل الأهداف ديال الجمعية الوطنية لتتجلى في الحق ديالنا في الشغل والتنظيم والتحية النضالية وليرفع الشكل